مدرسة تحرير دعاء ألوان الفاتح. كانت احتفاليتنا لهذه السنة في الذكرى 5 لثورة الكرامة وثورة الحرية بين أبنائنا وطلابنا المتفوقين في التعليم الحر ومدارس التعليم الحر. قام مجلس المحافظة ومديرية التربية بتكريم المتفوقين وتكريم الهيئات والمؤسسات والمنظمات التي ساعدت في تطوير عملية التعليم الحر في المناطق المحررة في محافظة درعا. احنا بنشكر كل من قام وكرم الطلاب المتفوقين في محافظتنا محافظة درعا مهد الثورة، وبنطالب كل المنظمات القائمة على دعم العملية التربوية بدعمنا لنصل إلى مؤسسة تربوية قوية. واليوم كان التكريم رائع أنه كرمنا طلابنا المتفوقين. قامت مديرية التربية في الذكرى 5 لانطلاق ثورتنا المجيدة بتقديم جزء بسيط جدا لما عانى منه الأولاد والأطفال وطلابنا من تجهيل، فقمنا بتكريم المتفوقين في المرحلة الثانوية في الجزء الغربي من محافظة درعا، وإن شاء الله في الأسبوع القادم سنكرم إن شاء الله في المنطقة الشرقية من محافظة درعا، سنكرم بعض أخوتنا وطلابنا وأولادنا من مخيمات النزوح من أخوتنا في منطقة إلجة. بمناسبة الذكرى 5 للثورة السورية انطلق اليوم حفل لتكريم الطلاب المتفوقين في المناطق المحررة وبالأخص في الريف الغربي من محافظة درعا، ويأتي هذا التكريم في محاولة لتحفيز الطلاب على متابعة التدريس في المناطق المحررة كونه هو السبيل الوحيد للخلاص من هذا النظام والقضاء عليه بشكل كامل. معتصم الحسن، أورينت نيوز، مدينة نوى، ريف درعا.